طبعا بالامس كان عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر. الفلاح هو زي ما قلنا المواطن اللي ما خرجش في ثوره، المواطن اللي خرج ثورته في حقله، يمكن 61 سنه بتعدي على عيد الفلاح، وربما الكثير منا لا يعرف ما هو عيد الفلاح، لم يكرم في اي شيء، لكن احنا بنحاول نديه حقه في هذا البرنامج او في قناه النيل الاخبار، فبالتالي نشوف مشكلاته ومعوقاته، ما لديه من مشكلات نحاول نسهلها، نحاول نتواصل معاه بشكل او باخر، فبالتالي ده كان هدفنا من هذه الفقره، ان احنا نلقي الضوء على مشاكل الفلاح، ما لديه من مشكلات، ما لديه من معوقات، ما يعوق عن اداء عمله، لان طبعا توسيع الرقعة الزراعيه او توسيع الشكل الزراعي في مصر هو الامل وهو المستقبل. مش هنفضل نستورد قمح من كل الدول، مش هنفضل نشوف مشاكل زراعيه، مش هنفضل نشوف تبوير اراضي زراعيه من اخصب الاراضي اللي موجوده في العالم، لكن دي هي المشكلات والمعوقات اللي احنا بنشوفها. خلينا نخرج نشوف هذا التقرير ونرجع نتواصل مع حضراتكم مره ثاني في هذه الفقره عن عيد الفلاح. في إطار جهود الحكومة للنهوض بالأحوال المعيشية للفلاح، أعلنت وزارة الزراعة أنها بصدد إعداد مشروع بقانون للتأمين الصحي على الفلاحين والصيادين، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة تابع لوزارة الزراعة بالسويس للقضاء على أزمة نقص الأسمدة. قامت وزارة الزراعة بإعداد مشروع قانون للتأمين الصحي على المزارعين وعلى الفلاحين والعاملين في قطاع الزراعة ممن ليس لهم وظيفة أو مصدر دخل آخر، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. هذا النظام سوف يخدم الفلاح وزوجاته، لأن الأبناء لهم مظلة تأمينية مختلفة، وجاري تدبير الموارد وجاري إعداد القانون الخاص بالتأمين الصحي للفلاح وللمهن الفلاحية أو الزراعية. وزارة الزراعة قررت أيضا تسليم 300 عقد فوري للفلاحين من منتفع الإصلاح الزراعي، وسيتم تسليم 1500 عقد خلال الشهور القليلة القادمة، بالإضافة إلى 500 عقد تملك في الأراضي الجديدة للمنتفعين من أراضي الاستصلاح، وسيتم الانتهاء من تسليم 1500 عقد خلال 6 شهور القادمة. كما أوضح وزير الزراعة أنه سيتم طرح 340 ألف فدان للشباب والفلاحين وصغار المستثمرين والشركات لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك كمرحلة أولى من برنامج استصلاح واستزراع 1.25 مليون فدان في مناطق جنوب شرق منخفض القطارة وسيوة والفرافرة وتشكى وسيناء، على أن يتم مد فترة التقسيط على 15 عاماً. في أقصى برامج استصلاح الأراضي السابقة كان معدل استصلاح الأراضي 150 ألف فدان سنويا في الماضي، ومجمل ما تم توزيعه على هذه الفئات خلال ال 33 عام الماضية من سنة 1980 حتى الآن 348 ألف فدان، فإحنا في هذا العام والعام القادم سيتم توزيع مساحة تعادل ما تم توزيعه على شباب الخريجين خلال 33 عام مضت. صناعة الدواجن كان لها نصيب أيضا، حيث قررت الوزارة طرح 180 ألف فدان تخدم تلك الصناعة لتوفير مساحات لصغار المربين والشركات والمستثمرين في شكل تجمعات اقتصادية متكاملة خلال 6 شهور القادمة. يعني 9 سبتمبر عيد الفلاح وذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في عام 1952، إرساء لأحد المبادئ الرئيسية لثورة 52، وهو يعني النهوض بالقطاع الزراعي ويعني إحداث نوع من العدالة الاجتماعية. نتحدث عن الوضع الحالي للفلاحين في مصر، أهم المشاكل التي تواجههم، إلى أي مدى أوضاعهم في حالة إلى تغيير إلى تعديل. معنا على الهواء مباشرة الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. شرفتنا بالحضور. نتكلم عن ايه؟ نتكلم عن يعني الان بعد كل هذه السنوات من صدور قانون الاصلاح الزراعي، الى اي مدى يعني اوضاع الفلاح في حاجه الى اعاده تقييم مثل ما قام به الرئيس عبد الناصر من عشرات السنين؟
والله في حاجة ماسة، يعني نقدر نقول ان الفلاح السنة دي ومن 10 سنوات ماضية ليس في افضل حالاته، ازمات اسمدة مستمرة بيعاني منها، بيشتري الاسمدة من السوق السوداء، مياه ملوثة بيروا بيها، بتصيب بامراض الكبد والكلى وهو فقط الذي يعاني منها، اسواق مبيدات ليست على المستوى المطلوب، وبالتالي هو يحتاج نظرة، لانه ده بيخليه يتخلى عن مهنة الزراعة. يعني والوزير بيتكلم على التوسع في الرقعة الزراعية، نجد في المقابل ان هناك تعديات على الرقعة الزراعية، بمعنى ان الفلاح بيبيع ارضه علشان يتبني عليها مصنع، او لما يجي يتزوج حد من اولاده يبني له بيت عليها، نتيجة لان الارض الزراعية اصبحت عبئا على الفلاح وخسائرها متتالية ولفترات طويلة دون دعم من الدولة. وبالتالي احنا الهدف الاكبر لينا في المرحلة الحالية ان نتحدث عن كيفية ان تعود الزراعة مهنة مربحة كما كانت. بماذا نبدأ؟ يعني حضرتك ذكرت ان الاوضاع متردية في نواحي كثيرة، بماذا نبدأ للاصلاح؟ نبدأ بالتخطيط بنهضة شاملة للزراعة، زيادة الانتاجية وزيادة دخل الفلاح، لان احنا زي ما قلنا ان هو لما بيفرط في ارضه احنا عايزين نعرف بيفرط فيها ليه، بقت عبء عليك لانها بتخسر، يبقى لازم نشوف هو ليه بيخسر. كنا دولة مصدرة للفول والعدس مثلا، اصبحنا دولة مستوردة من الدول الكبرى المستوردين، وارداتنا من القمح بتزيد يوم عن يوم، معنا كمان السكر، معنا الذرة للاعلاف، كل دي بنمثل احنا ارقام في القائمة العالمية. احنا اكبر دولة مستوردة للقمح، رابع اكبر دولة مستوردة للذرة، للذرة عشان نصنع منها اعلاف الدواجن والمواشي، لانها العيش المخلوط يعني. ايوه، ولا وكمان في مصر احنا بنستورد حوالي 5.5 مليون طن ذرة صفراء، علشان دي بتعني لينا الفرخة والبيضة وقطعة اللحم والزبدة وغيره. في زيوت الطعام احنا ايضا سابع اكبر دولة. يبقى احنا عايزين نخلي الفلاح تاني يرجع يغني للقطن، ويرجع تاني يغني للقمح، لانه كان بيربح منه. النهاردة مع ارتفاع الاسعار كتير، اسعار المعيشة حول الفلاح بدأ يعاني من ان الاصناف المصرية اللي تعود عليها بتتدهور سنة ورا سنة. فصنف الفول اللي كان بيجيب له 2 طن النهاردة بقى يجيب له طن واحد، فما بقاش مجزي، فبدأ يخرج عن زراعته، فبدأنا نستورده. طن العدس نفس الكلام، كان بيجيب 2.5 طن، اصبح يجيب اقل من طن. ليه؟ لان ما بدناش نصرف على تطوير التقاوي، البحث العلمي الزراعي عندنا مش لاقي الاعتمادات المالية اللازمة، فبالتالي بدأت الدول اللي حوالينا كلها تسبقنا في معدلات انتاجية الفدان، وبدأنا احنا المنطقة الدافية مثلا نستورد الفول من انجلترا، المنطقة الباردة. ليه؟ لان الفدان هناك بيجيب 2.5 طن وعندنا بيجيب 1 طن، يبقى لازم نديله التقاوي عالية الانتاجية، سواء نبدأ نطور بحثنا العلمي وننتجها، او على الاقل نستورد له هذه التقاوي من الخارج الى ان نبدأ ان احنا ننتجها محليا. يعني عفوا للمقاطعة بس في هذه النقطة على وجه التحديد، يمكن احنا شفنا اعلى نسبة للقمح او اعلى يعني معدلات انتاج للقمح كانت السنة اللي فاتت، او السنة دي على وجه التحديد كان في اعلى معدلات للقمح، وشفنا طن اللي بيجيب كام ارداب، اكتر من 16 ارداب بيقولوا للفدان تقريبا، او 15 ارداب. فبالتالي في طفرة كبيرة نظرا لاستخدام نوع معين او جين معين في القمح، فبالتالي حدث ذلك. فين ده دكتور؟ يعني احنا لا، هو الحقيقه انتاجنا السنه دي من القمح اقل من العام اللي قبله، يعني ليس يعني السنه دي حتى نشوف الارقام الرسميه. ايوه، هم بلغوا قوي وقالوا انتاج القمح السنه دي 3 اضعاف الانتاج الماضي العام اللي قبله، لكن ما ورد للدوله هذا العام 3.6 من 10 مليون طن فقط، مقابل 3.7 في العام الذي سبقه. فده معناه ان على الاقل انا محصولي ما زادش، يعني بلاش حتى نقول ال 100,000 طن دول نقص كبير، انما المبالغه في انه محصولنا زاد بشكل كبير. احنا مازال متوسط انتاجنا في القمح 18 ارداب للفدان، يعني حوالي 2.5 طن. الدول اللي زينا اللي في الري زي هولندا بتجيب 24 ارداب. ده تاني نرجع نقول علشان الصرف على تطوير التقاوي بتاعتنا، دي عملية تطوير مستمر. يعني انا من 20 سنة كان الفدان يجيب 8 ارداب بقمح بس، النهاردة بجيب 18. ليه؟ لان بصرف على البحث العلمي، فبطلع انواع جديدة، ومحتاج ده في السلع كلها اللي بتمثل فجوة غذائية في مصر، لان انا بستورد 55% من غذائي من الخارج. انما ده لما ادي الفلاح مثلا لو هو ببيع طن الفول ب 4000، لان الفدان بيجيب طن واحد، لو اديت له التقاوي اللي
بتجيب 2 طن ونص اصبح دخله 10,000 بدل ما هو 4,000، حتى لو بلاش 10,000 لو باع ب 9 او ب 8 يبقى كاني ضعفت له دخله، وفي نفس الوقت كمان خفضت الاسعار بره لانه ال 2 طن ونص اتباعوا ب 8 بدل ما كان الطن الواحد بيتباع ب 4. هو ده اللي احنا بنقوله، يعني دي البدايه يا فندم، البدايه نهضه شامله للزراعه. لا بس بدايه يعني البدايه بالاسمده والمواد اللي بتزود انتاجيه الفدان ودعم البحث العلمي حضرتك بالظبط، وحل مشكله الاسمده، لان احنا من ساعه ما بنينا السد العالي اصبح معدل ورود الطمي اللي كان بيخصب الارض الزراعيه بقى كله محجوز ورا السد، فاصبح حاجه الفلاح شديده انه يستبدل الطمي بالاسمده الكيميائيه. الاسمده الكيميائيه ما بتوصلش للفلاح رغم انها موجوده في السوق، فبيضطر انه يشتريها بضعف ثمنها، عشان كده يمكن اقترحنا على وزاره الزراعه. كان في لسه بتعرف حضرتك كان لسه معانا في منذ قليل يعني وزير الزراعه بيقول ان هو عايز يرفع الدعم خالص عن مش وقته، يعني لما تكون الانتاجيه منخفضه ومعدلات البطاله بتزيد ومعدلات خسائر الفلاح بتزيد ما زودش العبء عليه دلوقتي. يعني هو بيتكلم على ان ده احد اسباب تسرب الاسمده للسوق السوداء، انما احنا مثلا اقترحنا ان السماد المدعم اللي هو تابع وزاره الزراعه يكون في شكاير بلون. يا دكتور معلش خليني اكمل لك دي علشان ممكن ترد على سؤالك، ان انت مثلا لو حطيت سماد الدوله رسمي المفروض يتسلم بالفلاح في شكاره حمراء وشكاره خضراء شكاره برتقالي مش مثلا يعني. هنا لو لقيته في السوق السوداء اذا هذه مخالفه واضحه، انما القطاع الخاص والقطاع العام الاثنين بنفس اللون من الشكاير للشكاره البيضاء، وبالتالي فحصه الفلاح بتتسرب بطريقه او باخرى، بدل ما هو يشتري الشكاره ب 75 جنيه سعرها الرسمي من الدوله بيجيبها ب 170 وب 180 على حسب كل منطقه. فالرقابه هنا على السماد، لانه المعدلات العالميه بتقول انك اذا الفلاح ما لقاش السماد وحط نص الكميه فقط محصوله يقل 30% على طول. احنا اولى بال 30% دول، مش شويه، ده معناه ان انا وارداتي هتزيد 30% من الغذاء، واذا ما حطش خالص يقل 50%. السؤال هنا بقى دكتور، يعني مثلا خلينا نتكلم بقى بالبلد شويه، الفدان ليه 20 نص نص، يعني 20 شكاره او النص 20 نص، فبالتالي اصلا ال 20 نص ما يكفوش الفدان، يعني يكفوا نص الدورة بتاعته ما قدرش يكمل النص التاني، فبالتالي يكمله من السوق السوداء، فبالتالي هو عليه عبء اكبر، عشان كده بيخسر. يقول لك لا انا اجر الفدان احسن، احسن لي يجيب لي دور افضل من ان اصرف عليه. ده صحيح، بس هو مثلا في الحل احنا كل محصول بيبقى ليه عدد معين من شكاير احنا مقدرينها كويس قوي كلجان فنيه ومعروفه في الوزاره، فالمفروض مثلا ان نصرف في القمح ما بين 5 إلى 6 شكاير. الحقيقه الدوله تصرف له 2 بس، وهو يضطر زي ما انت تفضلت يشتري الباقي بقى يدبر حاله فيشتريها بنص الثمن. اذا كان معاه فلوس هيقدر، انما عاده ما بيكونش معاه فلوس، فبيضطر بدل ما هو يجيب 4 شكاير يجيب 2 بس، فدي تجيب خساره على محصوله هو وعلى عائد الدوله وعلى الدخل بتاع الزراعي اللي كان بيطلع طبيعي من الارض نحوله احنا الى فلوس والى سلعه غذائيه. انما مثلا في حاجات مثلا زي قصب السكر تاخد له 12 شكاره يديله 4 بس وهو يدبر حاله من الباقي. فهنا بنقول ان المحاصيل الاستراتيجيه السبعه اللي احنا دايما بنستوردها من بره، القمح والذره والفول والعدس والسكر وزيوت الطعام، كل دي احنا لازم ندعم الفلاح لانتاجها، لان اصبحت بتمثل عبء على الاقتصاد المصري. يعني لما كان عندنا ازمه في الدولار في البنك المركزي كان في ازمه ان احنا نوفر الدولارات اللازمه لاستيراد زيوت الطعام. طيب اسمح لنا بس يا دكتور فضل. نخرج بس نشوف بقى المشاكل الحقيقيه بقى، نشوف بقى اصحاب المشكله عندهم مشاكلهم ايه بقى. صباح الخير يا استاذ زيد عبد الباسط عضو نقابه الفلاحين. صباح الخير يا استاذ زيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. صباح الخير يا فندم، كل سنه وانت طيب يا فندم. استاذ رضا، يعني احنا كنا نتمنى طبعا حد من النقابه او حد من حضراتكم يشرفنا في الاستوديو، لكن انت معانا عبر الهاتف. المشاكل الحقيقيه اللي بتقابلكم فعلا في الزراعه ازاي ممكن تتحل، وايه هي ابرز هذه المشكلات؟ والله المشاكل اللي بتقابلنا هي مشكله التقاوي والكيماوي، وعندنا مشاكل في الاصلاح الزراعي. واحنا كلمنا معالي الوزير ووعدنا يعني بان هو يحلها. مشاكل الاصلاح الزراعي دي مشاكل كبيره جدا، وبقالنا سنين ما احنا مش عارفين نحلها مع الهيئه العامه للاصلاح الزراعي. اللي هي ايه يا استاذ رضا تحديدا؟ يعني ابرز هذه المشكلات ايه؟ يعني في نقاط اللي هي عشان يمكن صوتك يكون مسموع ويكون سبب ان يبقى في تواصل ما بيننا وما بين اي حد من الوزارات المعنيه، سواء وزاره الموارد المائيه او حتى السيد وزير الزراعه. اللي هي الاراضي اللي هي اللي كان اللي سلمها الرئيس جمال عبد الناصر وسماها باسم الاصلاح الزراعي.
الرئيس جمال عبد الناصر لما سلم الارض ديت سلمها لهم ببيوتها بعقارها بكل حاجه عليها، والناس دفعت فعلا دفعت الفلوس اللي عليها كلها كامله. هم عملوا بقى حاجه ثانيه، بقى هم ايه؟ قلبوا الارض للايجار بعد الاراضي الايجار عشان خاطر يبقى ايجار سنه وكده يضلوع الفلاح ما يقدرش يسدد ويحبسوه، والاحقار ديت عاملينها بالايجار على الفلاحين. وده طبعا حاجه يعني حاجه يجي الفلاح اخر سنه مطلع زرعته يجي ما يكفيش ان هو يسدد الحاجات دي. طيب استاذ رضا، يعني انت تحدثت الان عن بعض المشاكل فيما يخص قانون الاصلاح الزراعي وايضا عن التقاوي والكيماوي، ايه تاني؟ يعني ايه تاني انا بقى المشاكل التانية اللي موجوده اللي هي بنك التنميه والاستثمار الزراعي عليكم. بنك التنميه والاستثمار الزراعي اللي هو احنا كان زمان اسمه بنك التسليف، اللي هو كان بيساعد الفلاح وبيعاونه وبنسبة فايدة بسيطة، النهاردة بيعمل فايدة أكبر من البنوك أكبر من البنوك التانية العادية. يعني مش اسمه بقى بنك فلاح، ده هو بينتقم من الفلاح. طيب يعني أستاذ رضا، يعني في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كان تم التصريح بأنه هيتم إسقاط لديون عن الفلاحين، يعني يمكن بعد 30 يونيو بس عرفنا عن هذا القرار، هل أنتم كفلاحين كان تم إبلاغكم ولا هذا الموضوع أيضا كان مجرد قرار لم يعلم عنه أحد إلا بعد 30 يونيو؟ يا فندم ده كان كلام كله كذب وما كانش مظبوط، ودي خطة إعلامية لهم، يعني كانوا عايزين يعني إيه يضحكوا على الفلاحين، وهم فعلا هم ضحكوا على الفلاحين. هو انت لما تكون عايز تثير الفايدة عن الفلاح لما انت لازم تجيب لها فلوس عشان توديها عشان خاطر من هيئة الاستثمار او من اي مكان عشان خاطر تسدد على الفلاحين، انما بالنسبة للبنك البنك هيسدد فايدة ازاي؟ فهي كانت ضغطة، يعني كان كله كلام كدب في كدب زي القمح بالظبط، زي ما القمح كده زي ما بات بعودة والرئيس قالوا لك ده احنا القمح السنه دي زايد. ده اللي بيقوله الدكتور نادر، يعني كان بيقول الكلام اللي حضرتك بتقوله ده فعلا، بيقول لا في زياده ولا في حاجه السنه دي، بالعكس ده هو اقل 100,000 ارداد اصلا عن السنه اللي فاتت. يعني يا فندم انت ما وسعتش في المساحه الزراعيه، الرقعه الزراعيه انت ما وسعتش فيها، في مباني من المباني اللي حصلت ديت على في مصر ديت خدت من الرقعه الزراعيه اللي انت كنت بتزرعها قبل كده يا ابني. الزياده هتيجي منين؟ انا عايز اعرف الزياده دي. يعني اخر حاجه بس، اخبار الميه ايه معاكم؟ والله اخبار الميه تعبانه تحت على ما توصلنا، احنا بتعتبر بلد اللي هي فلسطين ديت بتعتبر اخر بلد بيوصلها الميه. الرز التنادي والبتاع بار التنادي من قله الميه. وبعدين احنا بنروي من ميه كوتشينر، مصرف اسمه كوتشينر ولاده صرف، صرف الغربيه وصرف كفر الشيخ كله في قلب المصرف دي، فبالتالي الميه حتى اللي طالعه في الزراعه بتطلع فذه. وهو الفلاح مرض من الميه الوحشه دي، يعني عنده فشل كلوي وعنده التهاب، عنده كبد وعنده جميع الامراض من الميه الوحشه دي. ايوه استاذ رضا عبد الباسط عضو نقابه الفلاحين، بنشكرك شكرا جزيلا، يمكن القى الضوء على مشكله لا ولفت نظري بصراحه مشاكل استراتيجيه للفلاح، بس هو انا لفت نظري في اجابته على اول سؤال انه بيقول هم عايزين ايه، هم بيعملوا كده عشان يسجنوه وعشان يحبسوه وعشان يعني في احساس بالاضطهاد وان ده شيء متعمد ومقصود. يعني ده صحيح، لان الوعود المتكرره للفلاح وعدم تنفيذها ده غلبان بيتعلق بقشه، يعني دخله زي احنا دايما نقول الفلاح جلابيه وطاقيه، يعني بعد ما يبيع محصوله اللي يفضله يا دوبك يشتري بيه جلابيه وطاقيه بس، انما غير كده مفيش. فعلى مدار ثلاث رؤساء، يعني قرار اعفاء المزارعين من مديونيتهم لبنك التنميه والائتمان لغايه 10,000 جنيه اللي هو المزارع الصغير اللي مستلف 10,000 جنيه، القرار طلع 2010 ولغايه النهارده لم ينفذ، فمر على رؤساء مبارك، مر على المشير طنطاوي، مر على محمد مرسي، وكل واحد من دول يأثر على هذا القرار ولا ينفذ. وعارف يا دكتور كمان، يمكن قرينا لو حضرتك بس تفتكر من 3-4 سنين في المنيا في مدينه المصري بالتحديد، يعني
كان في اللي نصب على الفلاحين ومضى عنهم وهم ما خدوش الفلوس اصلا واتسجنوا. ده كان الاعفاء يعني، هو حتى ملوش ذنب ان هو يتسجن فيه، لكن هو اتسجن بشكل اكتر من كده. كانوا بعض الموظفين البنوك علشان يعمل نشاط كان يروح يقنع بعض الارامل على وجه الخصوص سيدات مش بتعرف تقرا ولا تكتب، ويقول لها دي سلفه وهتسدد بدون فايده، فيديها فلوس وهي تبقى فاكره انها يعني مش للزراعه، عشان تشتري ثلاجه وتلفزيون وبوتاجاز، وبعدين تبص تلاقيها محجوز على بيتها وهي مطلوبه للسجن بدون اي داعي، وبعدين تفاجئ ان الفايده كانت 12 بقت 16 بقت 23، لان كل ما بتتاخر كل ما بتتضاعف. فحتى لما جينا طلع القرار بتاع اعفاء المديونات لغايه 10,000 جنيه، فالمفروض ان انا بدعم الفقير، فتلاقي مثلا بعض المستفيدين من رجال الاعمال اللي واخدين سلف في الاراضي المستصلحه يقول لك واحنا كمان عفونا من 10,000 جنيه. طب الدوله بتقف هنا مع الفقير، انت طالما انت قادر احمد ربنا ان انت قادر على السداد، فيعقدوا العمليه اكتر. يعني كان مثلا واحد غني في شارع وبعدين يتبنى للفقير كشك علشان في اول الشارع، فيجي يقول انا كمان عايز 25,000 جنيه ثمن الكوش، يعني زي ولا لا، ده مواطن فقير لابد للدوله ان ترعاه. فمشكله بنك التنميه دي اصبحت مشكله بتطارد فلاحين. في فلاحين في الصعيد سابوا ارضهم وهربوا على الجبل بقوا مطاريد، لانه لو نزل هيتقبض عليه. ال 10,000 جنيه اللي كانوا واخدهم اصبحوا 50,000 جنيه دلوقتي. طب حضرتك شايف انه يعني في جهات كثيره يعني رجال الاعمال وجماعات المجتمع المدني بتساهم وبتشارك، هل في القطاع الزراعي ممكن نعمل تجربه زي كده انه يعني رجال الاعمال يساهموا بشكل بالظبط؟ مش غريبين، يعني احد المقترحات انه كل محافظه يبقى فيها مجتمع من رجال الاعمال تقدر تشوف كل سنه تقدر تعفي عن كام او تسدد ديون كام، وبالتالي الدوله تتحمل جزء وهم كمان يتحملوا جزء. انما الجزء يمكن التاني الاهم اللي هو اشار عليه مشكله الميه. مشكله الميه عنده حاجتين، نقص الميه فيجي بعد الريه ما يلاقيش ميه في الترعه، تبور الارض، فبالذات اللي في اخر الالزمام بتاع الترع اللي قبله كله يروي قبل ما تجيله، فالزرع بعد ما يبقى كبر وقرب على المحصول يبدا المحصول يتدهور او الزرع يموت منه، فهو كمان بيبقى محصور على زرعته. الحاجه الثانيه ان الميه اللي بتيجي زي ما بقول اغلبها اما ساعات الميه ما بتجيش، يضطر يروي بميه مصارف. ميه المصارف عندنا نتيجه نقص الصرف الصحي في الريف، فكل الصرف الصحي بيرمى عليها، لان احنا الصرف الصحي في بعض القرى تصل الى 1%. كل مصر كلها فيها 30% فقط، وبتتركز في المدن الكبرى اللي فيها صرف صحي، فهو كمان بيروي بميه غير صحيه، فاللاح بيقف حافي في الارض وايده عريانه، فبتخش له كل الامراض عن طريق الجلد زي ما هو تفضل وتكلم، تبص تلاقي التليف الكبدي، الفشل الكلوي وهو سن صغير، كل ما هي دي الالتهابات الكبديه اللي بتؤدي الى التليف الكبدي كلها عن طريق الفيروسات بسبب المياه الملوثه. ثم الفشل الكلوي ايضا، لانه كمان حتى ميه الشرب دون المستفاد. هنا بنتكلم كمان ان انا بضعف قدره الفلاح الانتاجيه، لان المريض لا ينتج، فاصبح دلوقتي مشاويره كل يوم على المستشفى رايح يخش معاه المبيدات ومشاكلها. اغلب المبيدات اللي موجوده عندنا اما مهربه من الانفاق، اما مهربه من السودان، اما من على الرقابه، وبالتالي طبعا خطر على على الزراعه، وبالتالي على اللي بيتناول الطعام ده، وعلى عليه هو اولا كفلاح، هو بيرشها اولا، هو بيرشها. حتى ان احنا احصائيه عملناها السنه اللي فاتت في دراسه، لقينا ان الفلاحين اللي بترددوا على المستشفيات للعلاج من تسمم المبيدات 43% من اعداد الفلاحين. كل ما يرش بيشم، لانه جاي له انواع مهربه، ما هوش الدوله اللي راعياها، كانت الاول الدوله هي اللي مسؤولة عن استيراد المبيدات، فهي عارفة جايبة ايه، مسموح بيه، اضراره ايه. مع انه ده يا فندم يعني ده قطاع خطير جدا، لانه اذا اي دولة عايزة تحاربنا على فكرة، يعني هي ادخلت بس مجرد حاجات بسيطة تلوث لنا صحتنا وتلوث لنا، وده اللي شفناه كمان، يعني ارتفاع في نسبة السرطانات بالظبط. ده مش عندنا من السرطانات، انواع مش عندنا ومش عاملينها، يعني ساعات مش في محصول. يعني انا مثلا لو جايب مبيد برش بيه القطن، القطن ده ما بيتاكلش وبيفضل في الارض 9 شهور بيتطبخ فيها المبيد، لكن لما تروح ترش في الخضار انت بترش كل بتلمه كل 5 ايام، يبقى هنا مش هيصبح المبيد يتطاير، ده انت هتاكله اكتر. والفلاح اللي بيرش بيه الخضار مش عارف ان ده مش بتاع خضار، انما هو لانه متهرب وجيله ومستخبي، لازم الدوله يكون لها رقابه. اتكلم كمان عن التقاوي، يعني مثلا الدوله كانت الاول تستورد تقاوي البطاطس باسعار كويسه وتديها للفلاح، هنا كان دور بنك التنميه الاول. ده اللي هو امتى يا فندم؟ الاول لغايه 5 سنوات ماضيه،
يعني كل التدهور الشديد أيوة في السنوات من اول سنة 2005 من ايام حكومة احمد نظيف التانية اللي قالت شجعوا القطاع الخاص وخفوا عن الدولة. بنك الائتمان ما يبيعش من بدايته وما يبيعش اسمدة ايه شغل الفلاحين ده وما يجيبش ده وخلي القطاع الخاص هو اللي يجيب. فلو كان بياخد تن البطاطس التقاوي علشان يزرعه ب 1000 جنيه يبقى ب 5000 جنيه هو القطاع الخاص كده. فالدولة تخلت عن دورها في المبيدات, تخلت عن دورها في التقاوي, شجعت كتير قوي ان القطاع الخاص يخش هذا الموضوع. بس الفلاح ما يحتملش الربح الكبير بتاع القطاع الخاص. هنا الدولة لما بتقدمه كخدمة للفلاح بترعى الفلاح, وبالتالي طالما الدولة اللي تمرضه يبقى لازم زي ما بنقول انه تأمين الصحي بقى عليه, لان على الاقل انا اللي تسببت في هذا المرض يبقى انا اللي عالجه. طب يا دكتور عشان احنا لازم نختم بس أيوة يعني في نقاط محددة ماذا يحتاج الفلاح, وكذلك يعني موضوع الدورة الزراعية يمكن في وسط كلامك تأكد لنا هل الدورة الزراعية كانت بفعلا بالفايدة على مصر وبالتالي المحصول بيجدد نفسه وفي حاجات لها أهمية كبيرة, وإيه اللي يحتاجه الفلاح المصري في الفترة اللي جاية بإذن الله؟ شوف على الدورة الزراعية كان من أهم حاجة اتلغت من سنة 93. انت عندك مثلا محصول بيصاب بشدة بمرض يعقبه محصول مقاوم للمرض, فالمرض ده ما يتوطنش في التربة. دلوقتي احنا بيرجع لنا البطاطس بالعفن البني والبصل لان المرض توطن عشان بطاطس ورا بطاطس, محصول بيستهلك كتير للمية وراه محصول موفر للمية, محصول بينهك التربة وراه محصول مخصب للتربة. فاذا هو في صالح الفلاح وبعيد توزيع الدخل. النهارده المنافسة بين البرسيم والقمح في صالح البرسيم طبعا. فانت لما تقول ان انت اللي هيزرع برسيم السنه دي هيزرع قمح السنه الجايه, انت كمان وزعت الدخل جوه القريه عشان ما يقولش اشمعنى هو بيزرع برسيم ولا بيزرع قمح السنه دي, انت قمح والسنه الجايه برسيم وهو قمح كمان, فليها اهميه. انما كل مشاكل الفلاح تتحل امتى؟ اذا الدوله خططت صح للنهوض بالزراعه المصريه زي البرازيل ما عملت. اصبحت النهارده اكبر دوله مصدره والقطاع الزراعي بتاعها بقى هو اللي ممتلك العالم. اكبر دوله في خلال 4 سنين لولا دي سيلفا خلى القطاع الزراعي يقود التنميه في البرازيل ويحولها من اكبر دوله مديونه الى ثامن اقوى اقتصاد عالمي, اكبر دوله مصدره للسكر للحوم للدواجن حاجات كتير قوي فول الصويا. فانا عايز اقول ان احنا اذا الدوله خططت صح للزراعه بتقوي عاليه الانتاجيه, الفلاح بدا يربح من زراعته هيتمسك بارضه مش هيبيعها, وبالتالي هيبدا التثقيف بتاع الفلاح يزيد فمقاومته للامراض والرعايه الصحيه كلها هيجي فتره طويله والهجرة حاجات كتيرة قوي. بس في النهاية اهم حاجة ان الموضوع مش مستحيل زي ما حضرتك قلت البداية ان احنا نحط ايدينا ايه اهم المشاكل وخطة لمعالجة هذه المشاكل. لازم لحضرتك برضه اطمنكم يعني في اهتمام كبير, ان يعني النهاردة عندي ميعاد مع السيد رئيس الوزراء لعرض هذه المسؤولية بعد وقت قليل من البرنامج, هنعرض عليه النهاردة برضه بمناسبة عيد الفلاح مشاكل الفلاح والنهوض بالزراعة المصرية وسد الفجوة الغذائية. سمعتها من عضو توصلها النهارده للرئيس الوزراء احسن ختام لنا طبعا. نشكرك شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين الاستاذ بكليه الزراعه, نشكرك شكرا جزيلا على حضورك, ونتمنى ان الله نتواصل مع حضرتك عشان يكون في حلول للفلاح المصري في الفتره القادمه باذن الله. شكرا لحضرتك يا دكتور.